للحديث أكثر مشاهدينا الكرام عن البيان الذي أصدره علماء الأمة حول التحشيد الصهيوني لاقتحام المسجد الأقصى، ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين الدكتور عبد الحميد العاني. مرحبا بك دكتور عبد الحميد. أكثر من مرة يحاول المستوطنون الصهاينة اقتحام باحات المسجد الأقصى ويقوم المرابطون بطردهم، يعني ما الخطورة التي تستشعرونها في هذه الخطوة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك وجميع المشاهدين الكرام. هي كما ذكرت في سؤالك، الكيان الصهيوني والعصابات الصهيونية لم تفتأ منذ أن بدأ هذا المشروع الصهيوني في فلسطين بمحاولة الاستيلاء على ممتلكات الفلسطينيين والاعتداء على المقدسات الإسلامية ومنها المسجد الأقصى المبارك. والاعتداءات المتكررة منذ عشرات السنوات على هذا المسجد كثيرة وكبيرة جدا، وهذه أيضا قضية محاولة الاقتحام والاستيلاء عليه أيضا متكررة وتأتي دائما في ظل صمت دولي، وإن كان بعض الدول ربما تستنكر على استحياء، لكن حقيقة المجتمع الدولي كمنظمة أممية والرعاية الأمريكية بالدرجة الأولى جعلت هؤلاء يعتدون ويتمادون في عدوانهم على المقدسات الإسلامية. المسجد الأقصى اليوم أو هذه الهجمة التي يراد لها ويراد التخطيط لها اليوم، هي يراد أنه احتلال المسجد ونزعه من أيدي المسلمين، وربما يعني على التدرج كما هي سياستهم شيئا فشيئا. فلذلك جاءت هذه الهبة من العلماء للتصدي لمثل هذه الهجمة ولتنبيه على أنه المسجد الأقصى بل عموم فلسطين هي من أهم المقدسات لدى المسلمين، وتذكير المسلمين بهذا الواجب الشرعي لنصرة فلسطين والأقصى. دكتور، ما الهدف الذي يراد من تحقيقه من هذا الاقتحام هذه المرة في ظل التدابير القانونية وكذلك التدابير الأمنية التي أعدت له؟ لا يوجد تدابير حقيقة يعني أمنية حقيقية، وإنما للأسف يعني كما نعلم أنه المسجد اليوم الأقصى هو أسير الكيان الصهيوني، ولولا مرابطة الفلسطينيين هنالك المقدسيين بصدورهم العارية وبإصرارهم لا ذهب الأقصى منذ سنوات. للأسف الأمة اليوم متغافلة، ليس لا أتكلم الشعوب وإنما الأجهزة الرسمية في الكثير من الدول متغافلة عن هذا الأمر، وأيضا العالم المجتمع الدولي يناصر الكيان الصهيوني لمصالح بينهم، وكل الانتهاكات التي تجري ضد الفلسطينيين وضد المسجد الأقصى تتم برعايتهم. لولا لا يوجد تدابير أمنية، يوجد فقط انتباه مقدسي من قبل أهله ومرابطة منهم، وهذه المرابطة هي التي حمت المسجد الأقصى إلى الآن بحفظ الله ورعايته. خطر داهم يعني على مسرى الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، يعني كيف تنظر إلى تعاطي الأنظمة الرسمية مع هذا الحدث؟ للأسف الحكومات الرسمية خاصية ما نتكلم عن الإسلامية منها يعني منقسمة إلى قسمين أساسيا، قلة قليلة طبعا من هنالك يساند المقدسيين والمنظمات الإسلامية المدافعة عن الأقصى، لكنه البقية الغالبية العظمى ينقسمون إلى قسمين، إما مهرول نحو التطبيع وموافق على التطبيع مع الكيان الصهيوني وبيع القضية الفلسطينية بجملتها حفاظا على الكراسي والمناصب التي وعدتهم بها الإدارة الأمريكية وحمايته هذه المناصب. من إسطنبول الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور عبد الحميد العاني، نشكرك شكرا جزيلا.